يبقى لما نكمل كلامنا مع بعض، عندنا هنا في جوينت بيقع ما بين المانوبرا مسترني والكلافيكل، يبقى العضله دي اسمها ليه؟ الكلافيكل. هذا الجوينت اسمه الاسترنو كلافيكولار جوينت. استرنو نسبه للمانوبرا مسترني، وكلافيكولار نسبه للايه؟ الكلافيكل. وهنجد هنا ادي الايه؟ الفيزل موجود هنا عندي ورا، بس هو مش واضح هنا قوي، يعني هو واضح تحت طبعا، تمام كده؟ يبقى انا هنا انا متخيل عندي دايما ان في عظمه هنا، واخد بالك؟ في عظمه هنا اهو ماسكه في المانوبرا مسترني، هذه العظمه اسمها الايه؟ الكلافيكل. خلاص كده؟ وبيعملوا جوينت او مفصل اسمه الاسترنو كلافيكولار جوينت، وشفناه فوق. وان الكومن كاروتيد ارتري بيبقى طالع ورا هذا الايه؟ الجوينت. وبعدين قال لك بيبدا الكومن كاروتيد ارتري يطلع يقابل هنا كارتليج، مش موجود في الصوره دي بس موجود في الصوره اللي فوق، هنبقى نشوفها بعدين. المهم الكارتليج ده اسمه الثيرويد كارتليج، وعند الثيرويد كارتليج ده بيبدا ان هو ينقسم الى شريانين، الشريان الاكسترنال والشريان الانترنال. ويمكن الكلام ده قتل بحثا في بدايه الهيد خالص لما كنا بنتكلم في السكالب وفي الفيس، وقلنا ان احنا عندنا شريانين، الشريان الاول اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري، وزي ما احنا شايفين طالع اهو اكسترنال خارجي، وطبعا ده بيدي شرايين كتيره مهمه هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه. وفي عندنا شريان تاني اللي هو الانترنال الكاروتيد ارتري، وهتعرف بعد كده ان الانترنال كاروتيد ارتري ملوش اي برانشات في منطقه النك، واخد بالك؟ وبعد كده بيبدا ان هو يخش السكالا والجمجمه بقى، وبيلعب دور في البلاد سبلاي بتاع البرين او الانبوبه الدمويه للمخ. خلاص؟ وبالتالي كلامنا عن الانترنال كاروتيد في كتاب النك هيبقى محدود جدا، بينما كلامنا كله عن الاكسترنال كاروتيد ايه؟ ارتري. يمكن من الملحوظات اللي ممكن تلاقيها في الكتاب بتاعك انه عند نهايه الكومن كاروتيد ارتري هتلاقي في جيب واسع كده، حته كده واسعه كده، وكلمه جيب يعني ساينس، فهنسميها الايه؟ الكاروتيد ايه؟ ساينس. برضه هنطلع مع بعض نتفسح فوق في الرسمه اللي فوق شويه. زي ما احنا شايفين هنا ادي الايه؟ ادي الاسترنم اهي او المنوبرم ستيرني، وادي الكلافيكل، وهنا ادي العريس بتاعنا اللي هو الكومن كاروتيد ارتري، شوف شكله يفرح ازاي. خلاص كده؟ وهنا ادي الكاروتيد ساينس اللي هو الجيب اللي موجود في نهايه الكاروتيد ارتري. خلاص؟ طبعا انا جايب الرسمه دي عشان اوريك اهم حاجه، اهم معلومه عندنا. ادي الكارتليج الشهير المعروف باسم الثيرويد الكارتليج، وهذا الكارتليج عند الابر بوردر او عند الحد الفوقاني، وحته ابر ولور دي مهمه جدا. احيانا يجي يقول لك في الام سي كيوهات اللور بوردر اوف ثيرويد، فتقول له لا، النهايه بتاعت الكومن كاروتيد فين؟ عند الابر بوردر اوف الثيرويد ايه؟ كارتليج. بعدين بيبدا الكومن كاروتيد ارتري ينقسم الى الشريانين بتوعنا المشهورين جدا، الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو بيطلع على السكال لك من بره وبيدي بقى الشرايين بتاعته الشهيره، والراجل الانترنال الانطوائي ده اللي بيخش جوه واللي ما بيديش اي برانشات وما بيتعاونش مع اي حد وبيقوم داخل جوه الايه؟ السكال. لما نيجي نتفرج على الانتيور ريليشنز او الحاجات اللي هي موجوده قدام الكومن كاروتيد ارتري، زي ما احنا شايفين الشريان الكبير ده اسمه الكومن كاروتيد ارتري، يمكن هنلاقي في حاجات مهمة عندنا زي مثلا الاسترنو ماستويد الاكناصل، اللي العضلة دي اللي بتمتد من المانوبر مسترن تحت وبتطلع فوق تمسك في الماستويد بروسيس. ويمكن هنجد في عندنا كمان من الحاجات اللي هي موجودة قدام، طبعا زي ما احنا شايفين هو العريس بتاعنا مين؟ الكومن كاروتيد ارتري اهو. خلاص؟ فانا بحاول ان انا اوريك الحاجات اللي هي بتتواجد قدام الكومن كاروتيد. يمكن هنا الكومن كاروتيد واضح لان انا شلت الحاجات دي، انما هنا اهو المقارنة واضحة. تمام؟ انا شايف هنا عضلات بتغطي الكومن كاروتيد، فانا هقولها الانتيور ريليشنز عندنا مين؟ الاسترنو ماستويد ماسل اللي هي العضله ديت، وعندنا العضله دي كمان اللي هي اسمها السوبيرو بيلي اوف هوموهايد، زي ما احنا اتفقنا ادي الهوموهايد ماسل، وادي السوبيرو بيلي بتاعها، وادي الانفيرو بيلي بتاعها، فده السوبيرو بيلي اوف هوموهايد. يمكن ثالث عضله برضو موجوده عندنا، عضله بتمتد من الاسترنم من تحت تطلع تمسك فيه الهايويد بون، اسمها الاسترنو هايويد بون. ويمكن العضله رقم ثلاثه اللي هي اسمها الاسترنو ثيرويد، اللي هي بتمسك فيه المانوبرا مسترني من تحت وتطلع تمسك فيه الثيرويد كارتلج. يبقى انا عندي كده كام عضله موجوده عندنا. ويمكن زي ما قلت لك قبل كده، انت عشان تشوف الاسترنو ثيرويد ماسل لازم انك تقطع الايه؟ الاسترنو هايد اللي هي بتبقى موجوده فوقيها، ادي الاسترنو هايد ماسل اهي موجوده فوقيها، تمام؟ والاسترنو ثيرويد تحتيها. وبالتالي لما نيجي نعد مع بعض العضلات، الاسترنو ماستويد ماسل ادي رقم واحد، والاثنين هنا دول اللي هم السوبيرو بيلي فومو هايد والاسترنو هايد ماسل، ونقطع الاسترنو هايد ماسل، ادي الاسترنو هايد ماسل اتقطعت اهي، تمام؟ وطبعا قاطعين الاسترنو ماستويد، هنجد هناك العضله رقم اي 4 اللي هي اسمها الاسترنو ثيرويد كارتلج، استرنو ثيرويد اسف ايه ماسل. ويمكن كمان من الريليشنز السوبرفيشال لل كومون كاروتيد ارتري الفين اللي اسمه الانتيرو جاجولار فين، اللي اخذناه في بدايه النكه خالص، هذا الفين المحترم ده اللي اسمه الانتيرو جاجولار فين، اللي كان بيعدي تحت الاسترنو ماستويد ماسل، لو انت فاكر هنا ادي الانتيرو جاجولار بيعدي تحت